قلت يا أخي إذا لم نمارس الحرية المطلقة في هذا المكان ونحن في قعر السجن السياسي فلن نمارسها في أي مكان آخر. يعني فنحن في السعودية لا يوجد مكان نستطيع أن نتحدث فيه كيفما نشاء إلا هذا المكان، فعاد دعونا نتمتع بالحرية ونقول كل محكوم شيء. محكوم إيش هتسوي؟ نحن في القاع يعني في قاع السجن السياسي، ما عاد بعد هذا إلا القتل يعني. فعلى الأقل نتكلم في السياسة ونتكلم في كل شيء، وكنا نتكلم في كل شيء وناقش كل شيء. والحقيقة يعني لا تصلكم أخبار العالم الخارجي في جرائد في تلفزيون؟ سمح لنا بالجرائد السعودية والتلفزيون السعودي طبعا فقط. احنا طبعا لما طلعنا فيما بعد اكتشفنا ان في شيء اسمه جزيره، في شيء اسمه ده، كل ما كنا نعلمها هذه وكنا يعني نسمع عنها، نسمع من الزوار بس ما نعرف عنها، يعني ما نعرف انها بهالمستوى. بس سامحين لكم بالتلفزيون السعودي طبعا مسموح لنا يعني. هو بعد سنتين تقريبا او سنه ونص. كيف برامجه شرحها؟ والله انت عارف يعني انه لو كانت يعني لو كانت البرامج شرحها ما اعطونا اياها يعني من جانبي، هي برامج فيها وفيها يعني. احنا البرامج السعوديه مما فيما يخص القضايا الاجتماعيه وقضايا الافتاء وقضايا يعني الأدب والآداب وكذا جميلة يعني، لكن فيما يخص الأخبار السياسية طبعا غني عن القول أنه ما في أحد بالنسبة لنا يعتمد في البلاد العربية على يعني القناة المحلية أو المصدر المحلي لسماع أخبار بلده، لأنه طبيعة الأنظمة عندها وزارتين هي أهم وزارتين يعني في عندها وزارة الإعلام ووزارة الداخلية فقط يعني بقية طيب وزارات. هل كنت الوحيد الذي خرج بعفو بناء على طلب العفو أم الآخرون فعلوا ذلك؟ لا الآخرون فيما عدا المشايخ الذين تأخروا الذين يعني طلعت قبلهم يعني خرجوا، ما أدري كيف خرجوا يعني ما عندي أي تفاصيل، هل بطلب هم طلبوا طبعا هم طلعوا. الدولة تسمي كل من خرج بعفو يعني، حتى لو يدخل كده زائر لازم يخرج بعفو يعني ما في لكن 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 يعني كأنه دولة بتحملهم جميلة. لا نعم هو الجميل الذي لابد منها يعني، وحنا ما عندنا مشكلة فيها أصلا، لأن الجميل حنا ما تقاسمنا وياهم الجمائل على كل حال، ولا عندنا خلاف في الجميلة، هم أهل الجميلة بحكم أنهم ولاة الأمر دي ما اختلفنا، لكن نريد من مع هذا مع هذا الجميلة أن يرحمهم. سجن الناس وحرمانهم حرياتهم لا شك أنه خطأ، كيف يحمل الجميلة على أنه رجع له حريته؟ معلش فهم اللي طلعوا بعدنا طلعوا طبعا خرجوا بطريقتهم التي لا أعلم عن تفاصيلها، أتركها لهم يتحدثون عنها. أظني ابن زعير أكثر واحد طول في واحد اسمه ابن زعير. إيه الدكتور سعيد ابن زعير. سعيد بن زعير. بقي 8 سنوات. 8 سنوات. نعم. هذا أكثر واحد طول. يعني وضع ابن زعير يعني قد يكون وضع خاص جدا، لأنه ابن زعير طبعا سجن السجنة الأولى بدون أي جريرة وبدون أي ذنب. يعني هذا كلام أنا أشهد أنا قرأت تقارير أنه نكل به حتى في ذلك. لا أنا ما أعرف أنه نكل به. لا ما أعتقد. بالمناسبة لم ينكل بأحد من الدعاة. يعني حتى هم يعني لم ينكل ولم يعذب يعني ظلوا يعاملوهم باحترام لأنه بكل صراحة يعني الدولة لو أن أحدا يعني شعرت بأنه يهدد وجودها لم توفر معه شيء، لكن الدعاة لم يصلوا إلى الساخن الذي وصلناه من تنظيم وترتيب ودعم وفتح مكتب خارجي إلى آخره. يعني كانت النقطة تنتهي عند العبد الفقير في النهاية، لأنه سعد الفقيه برا وهو لا شك أنه أقوى تهمة لأنه بحكم نشاطه، لكن بحكم داخل المملكة وقف الحد عندي، فأتحملت أشياء أن أحتسبها عند الله، ولذلك أنا كان عندي مراجعات كثيرة في الموضوع بناء على هذه التجربة. يعني هذه المراجعة تحتاج إلى حلقة خاصة، سنخصص حلقة خاصة لكي نراجع المشروع ككل. لكن بعد هذه التجربة والخروج من السجن كيف الوضع الآن؟ هل خرجت من السجن وأنا ممنوع من كل شيء على الإطلاق حتى جاءت أحداث سبتمبر فأثرت على العالم كله، ولم تكن السعودية يعني في معزل عن تأثير العالم طبعا اللي ضربوا التوين تاورز أجوا من السعودية. على كل حال أحداث سبتمبر غيرت وجه الكرة الأرضية كله، والسعودية جزء من الكرة الأرضية، جزء فعال، جزء مهم من الكرة الأرضية لا شك، وهذا الذي يجعلنا يا دكتور يعني دائما إن عتبنا على الغير فنعتب عليهم أكثر، أو علينا يعني، لأن أنا منهم مستوي يعني أنا في بيتي أتكلم، نعتب على بيتنا أكثر، لأن هذا البيت مقامه في العالم الإسلامي ليس سهلا، مقامه في العالم المادي ليس سهلا، مقامه في العالم الجغرافي ليس سهلا، مركزيته في جميع أحداث المنطقة ليس سهلا. طيب ماذا طرأ عليك بعد 11 سبتمبر؟ أبدا يعني جاءت حريات من الله سبحانه وتعالى وفرص من الله سبحانه وتعالى، فبدأنا بهذه القنوات التي منها الآن هذا الآن في قناتكم الطيبة طيبة الذكر يعني قناة الحوار أيضا لكن أول ظهور لك كان في الجزيرة كان في قناة الجزيرة. ما أزعج السلطات السعودية؟ لم يتدخلوا معي في أي حوار قمت به. هم إذا أرادوا منعي من أي مشاركة إعلامية ليسوا بحاجة أنهم يتفاوضوا معي أو يناقشوا أبدا،
مجرد يمنعني من السفر وانتهينا يعني، انا اروح المطار فارجع فقط. طيب ايش بظنك تغير هذا احداث 11 سبتمبر؟ اولا يا اخي شوف، اولا يعني للحق يعني احنا لما انا يعني، وهذه لعلي اؤجلها للمراجعات يعني، انه لم تكن الدوله بالسوء اللي كان في بالنا، اكتشفت انها احسن مما كنت تتوقع، لكن مناكفتنا للدوله بالطريقه التي فعلناها ولدت عندهم سوء أسوأ من السوء اللي كان في بالنا. يعني شوف هذا هنا السر، يعني الدولة لم تكن يعني أنا لكن واضح إنه بعد 11 سبتمبر ربما السلطات في السعودية رأت من المصلحة أن تتحدث أنت وأمثالك للإعلام. على كل حال كثر خيرهم إذا رأوا ولا أدركوا الوقائع وفهموها ورأوا المصلحة كثر خير. إحنا ما نريد منهم أكثر من أن يكونوا واقعيين، احنا ما نريد منهم ان يقولوا يا جماعه والله واجهتهم ورطه اكبر من ورطتكم. على كل حال اذا لا شوف يا اخي، وما رميت اذا رميت ولكن الله رمى، يعني المدد اللي يجينا من الله لا تحسدنا اياه دكتور عزه. لا 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 الله يزيدكم النعيم. الله يزيدنا من النعيم ويكفي الامه كلها بس بدون كوارث، ويكفي العالم كله الكوارث. يعني لا تظن انني يعني اجعل من 11 سبتمبر يعني فرجا لنا، لا يعني معاناه الاخرين ايضا في 11 سبتمبر لا نتجاهلها في الواقع، لكن ايضا فيما يخص الوضع السعودي 11 سبتمبر يعني أتاحت فرصة، وهذه المرة الفرصة التي أتاحتها يعني استفدنا من درس أزمة الخليج الماضية، وبالتالي فنحن نسدد ونقارب ونعطي كل ذي حق الحق ونحترم الإنسان. وإذا رأي، وأنا إلى هذه اللحظة لو أرى الآن مثل هذا البرنامج، مثلا هذا البرنامج مفسدته أكثر من مصلحته وفق ميزان شرعي محايد ما تكلمت،